الأماكن التي تم من خلالها التحسيس والتوعية بالإرهاب والتطرف ومدى خطورته على المغرب. وبمناسبة نتقدم الشكر للأمن الوطني على ما يقوم به من هذه الخدمة من أجل تحسين الوطن ومن أجل القضاء على الإرهاب. وحتى لا أطيل عليكم نشكر جميع الحاضرين في هذا الذكرى الكريمة ونتوكل على الله للنشيد الوطن جميعا. ناديت الأحرار مشرقا الأنف دمت تسوق بوحينا دمت المنتدى وحينا إيش الأوطان لولا عنوان ذكرى كل إنسان ذكرى كل جنان بالروح بالجسد هدفت على النداء في فمي وفي دمي هوى قطر ونار إخوتي هيا للعلا سيا نشد الدنيا أنه لا نحيا بشعر الله الوطن الملك. شكرا. بفندو الكاتب العام للمصرف المغربي لضد الإرهاب والتطرف، كل سنة من أحداث 16 ماي كنخلدوا هذه الذكرى، هذه ليست خليدا أولا باستعمال أسلوب الندبة، وإنما نضخ دماء جديدة على في نفوسنا للتصدي لخفافيش الظلام، ونعلن للعالم أننا شعب متضامن ومتحد ملكا وشعبا، وأننا نرفض كل أشكال التمييع، كل أشكال التضليل، نشتغل على تدعيم أو رسالة ثقافة التسامح والتعايش بين الجميع، ترسيخ هذه الثقافة لدى الأطفال ولدى الشباب ولدى الكبار لدى عامة الناس، نؤكد أننا شعب منفتح متسامح متضامن. محمد كلويت منسق لجنة الشباب للمرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف. الوقفة تاعنا اليوم هي جات للمرة 18 فلتخليد ديكا 18 لأحداث 16 ماي الأليمة منذ 2003، ونحن سنويا نخلد هذه الذكرى. الهدف من هذه الذكرى هي تبليغ رسالة للعالم أن المغرب بلد قوي بوطنه وبشعبه وبملكه. الرسالة ديالنا عنوانها السلام والتسامح، لأنه اليوم هذا الشعار شعار رفراف لكن يؤدي واحد الرسالة اللي هي كبيرة في قلوب جميع المغاربة والمغربيات من أجل بناء جيل جديد، جيل مبني على التسامح عن الحب والأمل. فكلنا نقول لا للأيادي الظلامية، لا لتلويث المغرب بهذه الصورة البائسة. 16 ماي لمحطة السيد نقول حتى لا ننسى، حتى لا ننسى أيادي الغدر، ونحضروا اليوم هنا باش نقولوا للعالم أن المغرب بلد التسامح، وأن المغرب بلد التعايش، وأن المغرب سيظل قوي بملكه وبشعبه وبكل قواه السياسية والمدنية. المغرب يعتبر من أقوى الدول أمنيا، والمغرب سيظل وفيا لعهد التسامح ووفيا لعهد التعايش وفيا بكل قيم الكونية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.